خمسة حاجات لازمك تتفقدهم بشكل دوري بغض النظر يعني الدراجة النارية معطلة أو غير معطلة. هذوما خمسة حاجات يعني حاجة لازمك ديما بشكل دوري تغيرهم. قبل كل شيء أكل البوطون الحمراء، انزل عليها سبسكرايب وفعل الجرس ذاك الناقوس، فعلو باش كي نهبط فيديو يجيك معناها اشعار اللي انا هبطت فيديو به، واعمل لايك جيم واكتب كومنتير معناها كومنتير مزيان به. اول حاجه تغيير الزيت بالنسبة للدرجات النارية الكرتون، تغيير الزيت يكون معناها حسب نوعية الزيت. شوفوا معناها فما 1200 كيلومتر، فما 500، فما عفوا 1500 كيلومتر. نكمل المدة متاعه ونغيره، طيحوا الزيت هذاك ونبدلوا زيت جديد. بالنسبة للدوتون نتفقدوا الزيت، معناها فيها القوي متاع الزيت نتفقدوها، يفرغ الزيت متاعها نعاود نعبيه وناخذوا الزيت متاعها دوتون، فهمتني، ونبدلوه. اثنين، عملية التشحيم، يعني نشحموا السلسلة بلاتو، اي حاجة تستحق تشحيم تتشحم، ما نخليوهاش هكاكا، معناها لازم عملية تشحيم كل اسبوع، عملية دورية نشحموا معناها السلسلة. اهم حاجة للدراجات النارية اللي فيهم سلسلة كيما السونتروا كيما الشنوا ذوكم، اي دراجة نارية فيها سلسلة تتشحن. والبلاتو مثلا في السونتروا عملية تشحيم دورية كل اسبوع لازم، فهمتني، ولا كي نغسلوا الموتور نزوها للافاش نغسلوها، من بعديك معناها لازمنا نعملوا لها عملية تشحيم نشحموا السلسلة والبلاتو كل شيء. ثلاثة، تغيير تنظيف الفلتر، فلتر متاع الهواء، فهمتني، فيه ايبونش يتحل وننظفوه من داخل انت والبلاصة اللي تسكن فيها. مثلا تسكن في الريف بلاصة برشا غبرة وبرشا، طيب عملية التنظيف تكون كل شهرين مثلا، تبدأ في المدينة ما أقل معناها كل 6 شهور نظف كاش الفلتر فيه البركة. هذا معناها ثلاثة، تنظيف الكاش متاع الفلتر. أربعة، نكبسوا السلسلة. السلسلة معناها تمشي مدة تترخف وحدها، خاطر تتكلي الشهدة تترخف السلسلة مدة، لازمنا كل شهر نعملوا كبسة للسلسلة، نتفقدوها فيها توندير، توندير يجبدها نكبسوه. خمسة، تغيير الخمسة معنا آخر حاجة هي تغيير البواجي، البوجي شمعة الاشتعال، فهمتني، نغيروها كل 6 شهور ماكسيمو عام، لازم بعد عام نغيروها من غير ما نخمموا فيها، معناها نحل البوجي نبدلها، نحل البوجي نحاها ناخو كعبة جديدة دوريجين معناها ماركة باهية ونركبها. هذوما معناها خمسة أشياء لازم معناها تقوم بهم، حتى ولو الدراجة النارية متاعك لبس عليها تمشي جوها باهي، معناها مش بالضرورة تحبس الموتور، سيرتو خاصة الزيت معناها لازمك تبدله، ما تستناش لين تحبس باش تبدل الزيت ولا باش التشحيم وكل شيء. هذوما معناها خمسة أشياء لازم معناها نقوم بصيانتهم بشكل دوري، باش معناها الموتور العمر متاع الموتور معناها تشد، معناها ما القطعة ما تفسدش، يعود انت معناها باش تعمل عملية معناها بسيطة وعملية صيانة بسيطة، ترسيلك معناها في قطعة معناها بسوم هك باك الحسبة ترسيلك معناها تبدل قطعة. فيعني هذوما معناها أفكار عطيتهم لكم، وكهون، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، معناها كل مرة نفيدكم بشوية أفكار.